يلمع اسم الممثلة الكويتية من أصول عراقية الفنانة هدى حسين في رمضان هذا العام بقوة بين مسلسلها الذي أثار جدلاً كبيراً من شارع الهرم إلى وبين المقابلات التي يتم الحديث فيها عنها. سحر حسين شقيقة هدى التي تحترف التمثيل أيضاً وتحمل الجنسية القطرية ظهرت في مقابلة تتحدث فيها عن هدى أو هداوي كما تلقبها وتكشف معلومات وأمور لأول مرة عنها دون علمها. في التفاصيل ظهرت الممثلة سحر حسين في برنامج بيبان عبد الرحمن وبدأت تتحدث عن شقيقتها هداوي حيث كشفت إنها تنام في الساعة 10 وتجلس صامتة وهي تشرب قهوتها مضيفة أنها لا تعلم أنها تتحدث عن هذه الأمور الخاصة بها اليوم وهو ما قد ينبئ بخلاف بين الشقيقتين. رغم ذلك واصلت سحر كلامها والتعبير عن فيض مشاعرها تجاه أختها بالقول: لما أكون بالكويت ما أحب هدى تغيب عن عيوني كلش، وبالنسبة إلي أختي هدى أنه تجابلني بقهوتها وهي صامتة وساكتة تسوى عندي الدنيا وما فيها، بالنسبة إلي لو ساكتة وما تكلمني بس أنها تكون قبالي، وعلى فكرة هي ما تدري عن هالشي. عشر هدى نام ساعة عشر، كثرت عشر ونص، بس تقول أبا روح نام يضيق خلقي بس أسكت. وفي سياق متصل قطعت الممثلة اللبنانية نادين السبنجيم لقاء كان يجريه أحد الإعلاميين مع الفنانة هدى حسين، وذلك بمرورها من أمام الكاميرا لتتدارك هدى الموقف على الفور وتقول لها يحقلش نادين يحقلش، وهو ما جعل نادين تعود وتعانقها وتبدأ بالاعتذار قائلة I'm sorry حبيبتي بس قد ما قالوا لي يلا بديك تفوتي. وقد تعاملت هدى مع الموقف بكل عفوية ومودة أظهرتها لنادين، رغم أن بعض المتابعين بدأوا بالقول أن نجيم فعلت ذلك عمدا، خاصة أن بطلة من شارع الهرم إلى قد خطفت الأضواء من الجميع في الموسم الرمضاني الحالي وصارت حديث كافة المواقع والمحطات لأدائها من جهة وكونها في مرمى نار زملائها الفنانين من جهة أخرى وعلى رأسهم الثنائي شاب جوهر وإلهام الفضالة. Thank you so much. Merci, merci. بس قد ما قالوا لي يلا بكتفوتي بكتفوتي حبيبتي بعتذر. وقد أثار مسلسل من شارع الهرم إلى من بطولة هدى حسين نور الغندور وغيرهما من نجوم الخليج والعرب جدلا كبيرا هذا العام بسبب القضايا التي يعرضها والتي اعتبرها المجتمع الكويتي جريئة ودخيلة على ثقافته، فيما أثنى البعض الآخر على نجاح العمل وتفوقه كونه الأكثر مشاهدة على منصة شاهد.